وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من البصرة مصطفى الشمري. مصطفى، مساء الخير. ضعنا في آخر تطورات الأوضاع الأمنية في البصرة، وما هي الأسباب الحقيقية وراء إقالة قائد شرطة البصرة؟ هل لهروب السجين قبل أيام كان الأثر الأكبر في إقالته، وما هي الأسباب الأخرى التي أدت إلى إقالته؟ نعم، اليوم ربما هي لا تحدث عن إقالة قائد شرطة المحافظة، فهي ربما هي أمور تراكمية حدثت منذ عشر على الملف الأمني في محافظة البصرة. يعني هنالك في الملف الأمني فروقات كبيرة جدا يتحملها قائد شرطة المحافظة وما عليه من أحداث تحصل في المدينة من فروقات، من عمليات اغتيال، من عمليات قتل، وكان آخرها هو هروب المجرم من أحد السجون في مدينة البصرة بالتعاون مع أحد الضباط في مركز شرطة الجمهورية. بالنتيجة اليوم هذا الخرق الأمني الكبير جدا يتحمله قائد الشرطة، لأن اليوم كما تعلم هنالك متهم محكوم أو متهم ربما هو يعد المجرم الأول بمقتل مدير شركة دايو الكورية في محافظة البصرة، هذه الشركة المنفذة لمشروع ميناء الكاول الكبير. فاليوم عندما نشاهد هروب هذا المتهم وهذا المجرم من هذا السجن بالتعاون والتواطؤ مع أحد الضباط في مديرية شرطة البصرة، وهذا أيضا ينذر بكارثة أمنية كبيرة جدا. وأيضا تداعيات الملف الأمني في البصرة في الآونة الأخيرة قد شهدت الكثير من النزاعات، شهدت الكثير من الخروقات الأمنية، ولكن لا، كان قائد الشرطة السابق يصر أنه المدينة البصرة مدينة آمنة. يعني اليوم إذا نتحدث عن مدى خطورة الوضع الأمني في البصرة، فالكل ربما يتساءل، وقائد الشرطة من يتحمل هذه المهمة الأساسية كونه هو قائد مدينة الشرطة ويملك زمام الملف الأمني في المدينة، وخاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية بتسلم وانتقال الملف الأمني من الدفاع إلى الداخلية، فربما هذا أيضا كان يسبب خطرا كبيرا على البصريين. بالنتيجة اليوم نحن لم نتفاجأ بهذا القرار، كذلك تحركات نيابية وتحركات من مجلس المحافظة لاستجواب قائد شرطة المحافظة. بالنتيجة هنالك من كتاب رفع من قبل السيد رئيس مجلس المحافظة إلى السيد وزير الداخلية بمطالبة بإقالة قائد الشرطة. بالنتيجة اليوم قائد الشرطة اللواء قاسم راشد قد تم إقالته، وتم تكليف شخص آخر بقيادة شرطة محافظة البصرة. بالنتيجة اليوم نتمنى أن يعني قائد الشرطة الجديد أن يراعي الملف الأمني وأن ينظر إلى الملف الأمني بصورة. على ذكر القائد الجديد الذي تم تكليفه لقيادة الشرطة في بغداد، كيف تلقت حكومة البصرة المحلية خبر تكليف القائد الجديد، وما هي أهم التحديات ربما التي سيواجهها القائد الجديد؟ يعني إذا تحدث عن الحكومة المحلية بصورة كبيرة، أن الحكومة المحلية المتمثلة بها السيد محافظ البصرة يعني هو متعاون جدا مع كافة الفصائل وكافة الأجهزة الأمنية في البصرة من أجل أن تكون البصرة هي خالية من الجرائم. لكن بالنتيجة اليوم كما تعلم زميلي، اليوم الملف الأمني الخاص بالأمن داخليا هو يقع على عاتق قيادة الشرطة، وبالنتيجة اليوم هذه الخروقات المتتالية التي حصلت وكان أثر هروب المجرم، هذا يسبب ثغرة كبيرة جدا في أمن المحافظة، حتى ولو كانت المحافظة هي آمنة بالفعل، لكن يسبب ثغرة كبيرة جدا. أنا أتوقع أنه الكل مع هذا القرار، لليوم هنالك كان قبل يومين تحرك من قبل مجلس محافظة البصرة بتشكيل لجنة تحقيقية على إثر هروب السجين، وأيضا كتاب موجه إلى وزارة الداخلية باستبدال قائد الشرطة. وإن دل على شيء فإنه جميع القيادات السياسية في مدينة البصرة لا تريد أن يبقى اللواء قاسم راشد على رأس الهرم ورأس القيادة الأمنية في المدينة. وبالنتيجة اليوم انتهى مصير اللواء قاسم راشد، ونتمنى أنه يحاسب هذا القائد، لأنه كان هناك الكثير من الشبهات، هناك الكثير من ملفات الفساد بما يخص بإطعام المنتسبين، وأيضا هناك ملفات كبيرة جدا، نتمنى أن تظهر هذه الملفات وتم محاسبة هذا القائد، لأنه هذا بصراحة هذا اليوم هو مطلب البصريين أن يمسك زمام. إذن هذا هو مطلب البصريين. ماذا يعني كيف كانت ردود فعل أهالي البصرة حول يعني إقالة قائد شرطة البصرة وتكليف بديل من عنه؟ زميلي، قبل أن نذهب إلى ردود البصريين نتحدث عن ردود الضباط والمراتب العسكرية في قيادة الشرطة. يعني تواصلنا مع أشخاص من مصادر خاصة من داخل قيادة الشرطة، جميعهم فرحين بهذا القرار، لأنه كان قائد الشرطة هو لديه قرارات تعسفية تجاه الضباط. أما بخصوص
يعني المواطنين في البصره، فاكيد المواطنين في البصره يطمحون الى التغيير، لان يعني اليوم القرارات اللي كان يصدرها قائد الشرطه قرارات تعسفيه بحق المواطنين، واي خرق امني يحصل في المدينه اول حاله ربما يصدرها هو بمحاسبه ومنع سير عجلات الدراجات، ان اليوم كما تعلم المتضرر الوحيد من هذا القرار هم اصحاب الدليفري، وكان هنالك مصادر كانت تفيد لانه بعض اصحاب الدراجات كانوا يساومهم حول موضوع كتاب تحويل، وبالنتيجه اليوم هذه القرارات التي كانت تصدر من القائد السابق ربما هي تكون سلبيه على مدينه البصره بالكامل، الكل يعلم ان مدينه البصره هي مدينه تحب الحياه ومدينه مدنيه، لا تريد ان تبنى عليهم هذه القرارات التعسفيه، فبالنتيجه اليوم دعوات لقائد الشرطه الجديد ان يمارس عمله بصوره صحيحه كونه مواطن من يعني من مدينه البصره قبل ان يصبح قائدا للمدينه، واليوم هو من يعرف سكان المدينه، وكما نعلم انه اهل مكه ادرى بشعبها، وقائد الشرطه الجديد هو من مدينه البصره وكلف بزمام مسك الملف الامني، وانا اتوقع انه القائد الجديد سوف ينجح ويعبر ببر الامان للملف الامني في المدينه كونه مطلع تماما على كافه الامور السلبيات والايجابيات في البصره. فيما يتعلق بآفة المخدرات، كيف يتم التعاطي معها من قبل الجهات المختصة وكذلك أهالي البصرة؟ نعم، اليوم بخصوص ملف المخدرات ربما مدينة البصرة قطعت شوطا كبيرا تجاه موضوع محاربة مروجي وتجار المخدرات، يعني إذا تحدثنا حول موضوع مديرية المخدرات والشؤون العقلية في محافظة البصرة متمثلة بالعميد حسين العامري، فهذه المديرية بصراحة قد يعني في الأيام السابقة والأشهر السابقة قد أدت وقدمت الكثير من الإنجازات، وكان آخر هو يعني مسك ما يقارب 10 كيلوغرام من مادة الحشيشة والكريستال قادمة من إيران، فبالنتيجة اليوم ملف المخدرات في يعني عندما نقارنها في العام السابق هنالك تطور كبير جدا، وهذا الملف قد يعني تراجعت نسبة المخدرات، تجارة المخدرات وتعاطي المخدرات، على الرغم أنه كون المدينة ربما السابق كانت معبرا لتجارة المخدرات وأصبحت اليوم هي مركزا لتوزيع المخدرات في المدينة، ولكن ملف المخدرات هو لغاية الآن يعني هنالك أبطال في مديرية المخدرات يبذلون عناء كبيرا للقضاء على هذه الآفة، ولكن اليوم إذا تحدثت عن قيادة الشرطة الجديدة فيجب أن تتكاتف وتضع يعني النقاط على الحروف، كما تعلم ربما هنالك لا توجد أي مدينة في العراقية تماما هي لديها يعني نسبة أمان كبيرة جدا، هنالك معوقات تصل، هنالك ربما حتى مشاكل تحصل في المدينة، نتمنى أنه تحل هذه المشاكل على مستوى النزاعات العشائرية، على مستوى الفصائل المسلحة، على مستوى المخدرات، هذه جميع هذه الملفات هي على طاولة قائد الشرطة الجديد، و يعني بالتعاون مع الحكومة المحلية مع مجلس المحافظة الذي شكل مؤخرا سوف يعبرون لبر الأمان، وسوف يعني أنا باعتقاد أنه المدينة سوف تستمر بمرحله من السكوت من الهدوء الامني في هذه اللحظه. اذا مصطفى شمري مراسلنا من البصره، شكرا جزيلا لك.